الرحمن الرحيم. أعزائي، نلتقي اليوم في إطار القانون رقم 116 لسنة 83 المعدل للقانون رقم 53 لسنة 66 في إطار سلسلة حلقات قانون الزراعة، وذلك بشأن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وذلك باعتبار وجهة النظر العامة الشاملة ومن منظور أن الرقعة الزراعية في مصر مصونة لا تمس، تأكيد على ضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية حفاظا على الأمن الغذائي المصري. وقد تناولنا في عدة حلقات سابقة الجرائم المحظورة بنص القانون بخصوص الرقعة الزراعية والعقوبات القانونية الواردة على تلك المحظورات، سواء في التجريف أو التبوير أو المباني، وذلك في كل ما يمكن أن نسميه تعدي على الأرض الزراعية لتغيير صفتها الزراعية إلى وجهة أخرى، وذلك حسب ما أوضحنا في حلقاتنا السالفة، رجعوها. واليوم إن شاء الله نتناول قطاع هام جدا يكون عمله قائم على تلك المخالفات التي سبق ذكرها، وذلك في مصانع الطوب أو قمائن الطوب. وقد ورد ذلك في نص المادة 153 من قانون الزراعة سالف الذكر، حيث نصت على أنه يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون. ونشير بأن المادة 150 من القانون تتعلق بتجريف الأرض الزراعية، وشرحناها في حلقة سابقة، رجعوها في جريمة التجريف. على أنه لقد أورد القانون سالف الذكر العقاب على ارتكاب مخالفة المادة 153 بشأن قمائن الطوب ومصانع الطوب، حيث نص في المادة 157 من ذات القانون على أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 50,000 جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ولوزير الزراعة وحتى صدور الحكم في الدعوة وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. هذا ونوضح أنه ما ورد بنص القانون في المادة 153 من المحظورات وما أورده من عقاب عليها، وذلك بالمادة 157 في ذات القانون، وذلك بشأن إقامة مصانع طوب أو قمائن طوب أو مجرد الشروع في إقامتها، يعاقب القائم بذلك بالتعدي على الأرض الزراعية بالحبس 6 أشهر والغرامة المنصوص عليها من 10,000 جنيه إلى 50,000 جنيه. وإذا كانت العقوبة الجنائية كذلك والإصرار على عدم إيقاف تنفيذ الغرامة كردع لمرتكب المخالفة. إلا أنه وفي اتجاه موازي يصدر القرار الإداري بإزالة المخالفة سواء مصنع طوب أو قمينة طوب، وذلك على نفقة صاحب المخالفة، بخلاف ما يطبق عليه حسب الأحوال في المواد سالفة السالف ذكرها. إذا كان هناك تجريف للأرض لاستخدام الأتربة المجرفة في صناعة الطوب كما ذكرنا في حلقتنا السابقة في حلقة التجريف، رجعوها لربط الأفكار كما تعود.
وبذلك أعزائي نكون قد تناولنا اليوم وقائع مخالفة بناء أو إقامة مصانع طوب أو قمائن طوب على أرض زراعية وعقاب ذلك وفقا لما ورد في القانون للدفاع عن الأرض الزراعية وحمايتها والحفاظ على خصوبتها. أعزائي ننتظر تعليقاتكم في قناتنا على يوتيوب أنت محامي، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.